هل اللي بيتعرض عليكي مش كويس ولا انتي دي بتبقى اختياراتك؟ لا بيبقى مش حلو، يعني مش عايزه اعمل برضو حاجه اقل من اللي انا عملتها لمجرد ان انا ابقى متواجده يعني. ولكن زي ما تقولي كده، ايه، في ناس بتقعد تقولي انتي بتتنكي على الشغل، بتتأمري على الشغل، بقول لهم لا، بس واحد يعني لازم يعمل حاجه هو عايز يعملها، مش هعمل حاجه كده وخلاص يعني، مش حشو يعني. طب قولي لي منى، الناس لما بتقابلك في الشارع فاكرين لك ايه؟ بيكلموكي على انهي ادوار بالظبط؟ في ناس بيحبوا قوي سلسله دم، يعني اكتر مسلسل عجبهم سلسله دم، لانه يعني قعد كتير على الشاشه. لا كمان بيتذاع كمان دلوقتي، كذا جزء كتير، 5 اجزاء. بيحبوا الاكسلانس، بيحبوا سكه الهلالي، بيحبوا الملك فاروق، على حسب يعني.